فيما يتعلق بالتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وفي قطاعي الأمن الغذائي والطاقة، على سبيل المثال العراق يعاني من كلا الملفين، أزمة الملف الغذائي والطاقة أيضا، الأردن كذلك، ومصر أيضا تعاني من أزمة الملف الغذائي. إذن هل سيعتمد في هذه القمة على مصادر الطاقة من السعودية والإمارات؟ حتى الآن لم تصدر حتى تصريحات تؤكد أو تنفي أي توجه لهذه الدول، ولكن أنا بتصوري أن لدى الدول احتياجات بعضها البعض. العراق فيه المياه، الدول العربية فيها المياه وفيها الأرض. صحيح أن الوقت متأخر الآن، ولكنه ليس أبديا، يجب أن يدخلوا في إطار إنتاج الغذاء. هذا يجب أن يكون مشروع استراتيجي مستقبلي ينتج فيه الغذاء محليا حتى لا نتعرض للأزمة التي نمر فيها الآن. مصر إذا لم يتم مساعدتها في إطار تأمين حاجاتها من الغذاء ستدخل في اضطرابات اجتماعية كبيرة، وبالتالي الآن هذه الدول إذا لم تساعد بعضها البعض في كل المجالات قد تدخل في مرحلة عراك اجتماعي من جديد واضطراب في هياكل الدول الموجودة. الأردن مثلا، الأردن تعتمد تقريبا 98% في طاقتها على الاستيراد، وهي تشكل 40% من الميزانية، وسعر برميل النفط الذي وضع في الموازنة هو لا يزيد عن 70 إلى 80 دولار، فما بالك به إذا وصل 300 دولار. معنى ذلك هذا تدمير للاقتصاد الأردني وانهيار كل القطاعات الحيوية والاقتصادية في الأردن، وكذلك العراق مثل ما ذكرتي حضرتك، بالذات بعد غياب هيكلية سياسية متصالحة مع نفسها في العراق، قد يؤدي ذلك أيضا إلى اضطرابات اجتماعية سياسية كبيرة، وهذا مدعاة حقيقة للتفاهم بين الأطراف الإقليمية، بينها وما بين بعضها البعض.